تجربة جميلة مع مخرج مثل باسم سلكا، عنده تجارب قبل هذا العمل وعنده خبرة وعنده رؤية جديدة، بيشجعنا كتير انه نحن نشارك معه، وخاصة انه في نسبة كبيرة من النجوم الكبار اللي لهم تاريخ كتير كبير مشاركين بالعمل. هو عمل اجتماعي معاصر. طبعا ما رح احكي شيء عن العمل، رح اقول عن شخصيتي اللي هي ماجدة، هي الام اللي منشوفها بالعائلات الدمشقية القديمة اللي دائما بتحافظ على الترابط الاسري، ودائما روح العلاقة عندها مع زوجها ومع أولادها مبنية على الاحترام المتبادل والأدب والتفاهم والحوار. أنت اشتقتي للدراما الاجتماعية نادين خوري؟ أي أكيد طبعا، إلى وقع الدراما الاجتماعية نحن بنشتاق لها والمشاهد بيشتاق لها لأنه بيشوف حاله فيها. شوفي أكيد بالأخبار إنه هلأ المسلسلات المنصات هي الأكثر انتشاراً، وأنا بعرفك بتحبي تتابعي أو تشوفي شو عم بيصير. شفتي شيء آخر فترة من الدراما القصيرة؟ هي 10 حلقات، ذكرتك أكيد بأمجاد الدراما السورية وقت كانت قصيرة. والله للأسف تعرف نحن بأيام يعني ما بيكون لنا ضغط تصوير، ما بقدر تابع وشوف، وإذا واحد مثلا حضر الحلقة 5 أو 10 ما يعني حرام يحكم على عمل ولسه ما تابعه كله، فللأسف ما عم بقدر أحضر. بدنا كلمة أخيرة منك لجمهورك بالأردن. جمهورنا بالأردن كتير عزيز على قلبي لأنه اجتنا سنوات عديدة، أنا اشتغلت كتير أعمال بالأردن، جمهور كتير محترم، جمهور ذواق، جمهور كتير بيحب الفن وبيحترم الفن وبيحب الدراما السورية على فكرة، يعني كانوا نسمع أنه دائما عم يتابعوا أعمال دراما سورية قديما. فأنا مشاركة بأعمال كتير بالأردن وعزيزة علي الأردن وعزيزة علي الجمهور الأردني. إن شاء الله يا رب نكون عم نقدم لكم شيء جديد وشيء جميل، وكل رمضان وأنتم بخير وكل عام وأنتم بخير. نادرا ما أشوف ثنائية بين مخرج وشركة إنتاج، يعني فينا نقول نيال ديانا جبور على باسم ولا نيال باسم على ديانا جبور؟ لا أكيد نيالي عليها. هي حقيقة يعني ما بيكفي يكون المخرج عنده أحلام إذا ما قدر يحققها. هلا من شراكتنا الأولى بالعمل الماضي يعني كان في انسجام بوجهات النظر وبالمشروع الفني، لهيك تكررت التجربة. الصحافة كان يقولوا لها لديانا جبور كيف غامرتي واشتغلتي بورتري مع باسم السلكة، قالتنا رح يمر وقت وتكتشفوا انه انا على حق. هلا عم نشوف النتائج وعم نشوف قديش النجوم مبسوطين بالتعامل مع شاب مخرج جديد اليوم بالساحة السورية عم يتعاملوا معك. كيف عم تلاقي تعاطي النجوم مع باسم السلكة اليوم؟ هلا حقيقة يعني أغلب المشاركين يعني إحنا في علاقة قديمة يعني سوا قبل ما تصدر لها يعني لمهنة الإخراج، من أيام ما كنت مساعد مخرج بالأعمال قبل الحرب حتى، يعني مراقبين إن التجربة كاملة وعندهم الإيمان بمشروعي وبتشكرهم على هذا الشيء. طبعا بالنهاية هذا فن جماعي ولازم يكون في هالشراكة، خلينا نقول المصداقية والثقة المطلقة، وحقيقة يعني ابتداء من الورق لآخر لحظة في هاي الثقة يلي منحوني إياها، لا سيما الأساتذة الكبار. إذا عم نحكي نحن عن الأستاذ دريد لحام يلي مبدئيا هو يعني من أوائل المخرجين قبل ما يكون يعني ممثل، فهي مسؤولية كبيرة إن شاء الله نكون قدها. العالم برمضان رح ترجع لذكرياتها، يعني إذا كانت ذكرياتها حلوة مع هذا النوع من الأعمال رح أكيد رح تنبسط، وبالأخير هو هيك في شيء من الحنين للدراما السورية القديمة الحلوة بنفس الوقت بلغة بصرية جديدة معاصرة. هذا الشيء الأستاذ باسم دائما بيتمتع فيه، يعني دائما بيطلع لنا القصص بطريقة متفردة بطريقة جميلة.